جمعنا الموظفين وسألناهم لو خيروك تكون حدا تاني من الشركة مين بتكون؟ يا شو السؤال؟ هذا السؤال بعتبره أنا كتير صعب. حالي أستاذ يامين بكون رغد بالفرفشة. رغد أخلاقك كويسة، مسايرة، ما في منها حبابة، بتحبنا لكلياتنا وبتحبا نحن كلياتنا. مهنياً حسين أحب تعامله وإنه هيك احترافي نوعاً ما. عن نفسي يمكن رح أختار أستاذ يامين لأنه بصفتي أنا بحب مبدأ الإدارة. تعامله شوي يعني تحسه جدي مع مزوحي، يعني كله مع بعضه. أكيد في كم حدا قال مهند؟ كم مهند؟ أستاذ مهند. إنه مهند طبعاً مهند. في اختاروا الكل أكيد مهند كأخلاق وكمهنة وكخبرة في الحياة. طريقة تعامله معنا مثلاً هداوته. عنده طولة بال كتير كبيرة يعني. زائد من كل النواحي بيعرف. خبرة بكل شيء. فإنه يعني شغلة كويسة إنه واحد يكون بيعرف بهالشغلات كلياتها. كل واحد عم يعدي على الشركة عم بياخد جزء من قلبي بمرحلة معينة. كل حدا بالتيم عنده شيء معين بتصرفاته بأخلاقه، بنفس الوقت عم بيكون عنده شخصية معينة مختلفة عن الثاني. بقلب الشركة حسيت في معنى الأب يعني. ما بعتقد إنه في حدا معين بيشمل كل الصفات. دايا دايا فتح عيوني. بريد أكون أنت دي كرش. هل عم تصور؟ أي طيب يا رب ما أشبر. مهم هايات ما بعرفني أركز أنا، هذا أضحك دبس. بس بطل صوتك. حياة.